بسم الله الرحمن الرحيم ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب بكل ايه ما تبعوا قبلتك وما انت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبله بعض ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم انك اذا لمن الظالمين في الايه السابقه بينا ان اهل الكتاب يعرفون حق المعرفه ان التوجه الى الكعبه هو الحق من الله تبارك وتعالى لكنهم ينكرون ذلك فهم معاندون ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب بكل ايه ما تبعوا قبلتك يعني ولئن اتيت يا رسول الله الذين اوتوا الكتاب من اليهود والنصارى بكل آية وحجة ودليل وبرهان من الايات الدالة على صدقك وعلى ان القبلة الجديدة بامر الله وهي الحق من الله تبارك وتعالى لئن اتيتهم بكل دليل وبرهان ما تبعوا قبلته لماذا لا يتبعون القبلة الجديدة؟ لأنهم معاندون والمعاند لا ينفع معه أي دليل، وما أنت بتابع قبلتهم، أنت يا رسول الله لا تتبع قبلتهم أيضا، لأن الله أمرك بالقبلة الجديدة، وأنت تعلم أن قبلتهم منسوخة، وهذا مثل قوله تعالى: لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد. فنحن لا نعبد ما يعبدون لمعرفة الحق وهم لا يعبدون ما نعبد لعنادهم وقد جاء بهذه العبارة لقطع أطماعهم عن الرجوع إلى قبلتهم لأن الذي يطمع يحاول أن يضغط فإذا نزلت هذه الآية ينقطع طمعه فيترك الضغط وما بعضهم بتابع قبلة بعض يعني اليهود لا يتبعون قبلة النصارى والنصارى لا يتبعون قبلة اليهود، فإن اليهود تستقبل الصخرة في بيت المقدس، والنصارى تستقبل المشرق، فلا يتبع أحدهم أحدا، وذلك لأن كل طائفة ترى بطلان طريقة الطائفة الأخرى، فكل منهم يتمسك بباطله، فأيها المسلمون أنتم أحق بالتمسك بالحق. وقد جاء بهذه الجملة وما بعضهم بتابع قبلة بعض لبيان أنه لا يمكن كسب رضا أهل الكتاب أصلاً حتى لو بقيت القبلة باتجاه بيت المقدس لأن أهل الكتاب متناقضون في أنفسهم فالنصارى لا يقبلون قبلة اليهود ويتوجهون إلى المشرق واليهود يرفضون قبلة النصارى ويتوجهون إلى بيت المقدس فكيف يمكن ارضاء جميع اهل الكتاب على تناقضهم؟ وهذه ايضا تقويه لنفسيه المسلمين، فيقال لهم ان اهل الكتاب على باطلهم متمسكون بقبلتهم، ولا يتبع بعضهم بعضا، فانتم ايها المسلمون اجدر بالتمسك بقبلتكم وهي الحق من الله تبارك وتعالى، ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، انك اذا لمن الظالمين. لاجل ان ييأس اهل الكتاب من رجوع المسلمين عن الكعبه، يقول الله تبارك وتعالى: ولئن اتبعت يا رسول الله اهواءهم في باب القبله فتتبع قبلتهم او تتبع سائر التشريعات من بعد ما جاءك من العلم، حيث نزل الوحي عليه صلى الله عليه واله بالتوجه الى الكعبه، وعلم ان طريقتهم باطله. ان اتبعت ذلك انك اذا لمن الظالمين. هذه الجملة موجهة الى رسول الله صلى الله عليه واله، لكن المقصود منها سائر الناس. فالخطاب للرسول من باب اياك اعني واسمع يا جاره فهي لا تنافي العصمة. بالاضافة الى ان الاشتراط يلائم المحال. وقد ذكر في علم المنطق ان صدق الشرطية انما هو بوجود العليه. ونحوها لا بصدق الطرفين. فالجمله الشرطيه صادقه حتى مع عدم تحقق الشرط والجزاء مثل قوله تعالى: ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين. فالجمله الشرطيه صادقه مع ان الشرط لم يتحقق حيث لا ولد لله تبارك وتعالى. وهكذا الجزاء لم يتحقق حيث لم يعبد الرسول صلى الله عليه واله غير الله تبارك وتعالى. أما الجملة الشرطية فهي صادقة، لأن واقع الجملة الشرطية صرف إيجاد الارتباط بين الشرط والجزاء. هذه الآية أيضاً كذلك فهي حق، مع أن الرسول لم يتبع أهواءهم ولم يكن من الظالمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.